يا اهلا وسهلا، السلام عليكم. النهارده هو فيديو من اطول الفيديوهات اللي طول في حياتي كلها. حرفيا كان بروجكت كبير جدا وكان فيه تجارب كتيره في كذا فرع من الفروع المتنحوره في ارجاء الكون، فهي كانت تجربه كبيره جدا وممتعه جدا. وزي ما انت داخل وعارف ان احنا ان شاء الله في الفيديو ده هنعمل فخار، بس استنى بس، يعني انت مش جاي تتفرج على ان احنا بنعمل فخار وتمشي، لا. النهارده عندنا الفيديو مقسم لثلاث حاجات. اول مرحله، وان احنا نجيب الصلصال بتاع الفخار من مجرد صلصال عادي نبدا نحوله ونشكله على الفخار اللي احنا عايزينه. تاني مرحله، ان احنا نبدا نرسم على الفخار ونزينه كده ونطلع المواهب المدفونه جوانا. تالت مرحله هي مرحله كول كده، عايزين ندي شكل جمالي للفخار بتاعنا، فهنحط جواه دايره كهربائيه عباره عن شويه ال اي ديز كده بنعملها من الصفر. فدي بالنسبه لي هتكون اطول مرحله، لان هشرح لكم شويه حاجات بيزكس في الكهرباء، فلو انت بتحب الكهرباء هتفيدك اول حته دي. فبس روح هات شويه عصير بقى وفشار كده وابدا استمتع بالتلت ساعه اللي جايين دول، لانهم تجربه 4 اسابيع. فحاول تستفيد من التجربه، استمتع بالفيديو واستفيد من التجربه وشوف هتقدر تعمل ايه. وعندك التايم لاين تحت متقسم لحتت، علشان لو عايز تعمل سكيب لحته تخش الحته اللي بعديها على طول، فالتايم لاين عندك متقسم تحت. وبس نتمنى للسادة الحضور المشاهدة الممتعة في هذا الفيديو والاستفادة منه بأكبر قدر. يلا بينا نبدأ. يا أهلا بيكم في المرحلة الأولى. في المرحلة الأولى هنعمل الفخار ذات نفسه، إن احنا نحول مجرد العجينة دي نخليها بقى نبدأ نشكلها على البتاعة دي. دي لعبة أطفال مبدئيا، وكانت عندي من زمان يعني، بس انا ما كنتش بعرف اعمل فخار، واي مره اجي اعمله فيبوظ فسيبه فكذا يعني. فغالبا انا بحقق احلام الطفوله في الشانل دي يعني. لا بس بدات اعرف التكنيكس المفروض تتعمل علشان نعمل فخار، طلع ليها ماسكه معينه وحاجات كده هنبدا نتعلمها شويه. وهنبدا ناخد العجينه دي ونبدا نحولها ونشكلها على الفخار اللي احنا عايزينه. فدون رغي كتير، يلا بينا نبدا. ده شكل العجينه، مش عامله شويه الصلصال كده، فهنبدا بقى ايه نفردها كده شويه ونكورها علشان يبقى شكلها لذيذ. يلا بينا. معانا الكورة بتاعتنا، نبدأ بقى نحطها هنا، نبدأ نهبط. بسم الله. عليك والله جامده جدا، جامده جدا يعني، مش عارف اتكلم كده ليه، بس هي جامده جدا يعني. بس الدنيا زروته جدا جدا، بس كده عاش جدا. هي يعني مش مستويه طبعا، وفي حته طالعه وحته نازله، بس يعني انا مش عايز العب فيها عشان انا خايف لو لعبت فيها شويه كمان ممكن تتقطع، لان دي المرحله اللي ممكن يحصل فيها كده، لان هي مش منسجمه، السيكنس بتاعها مش في كل حته ثابت. بس في حته ما بيعملوها بقى، بيجيبوا البتاعة اللي هي دي، ده انا مش عارف دي ايه لازمتها في الحياه، بيبداوا يحطوها كده ويحددوا، بيحددوا ايه الله اعلم، بس نجرب يعني، ربنا يستر. والله نحته جامده، والله العظيم جامده. لا بجد يعني، مش انا اللي عاملها ومش مجامله في نفسي، بس لا بس حلو، مش مجامله في نفسي خالص، بس حلو بجد. مش عارف ايه اللي انا عامله ده، بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله. فبس كده خلصناها بهذا الشكل،
هنسيبها بقى تنشف. بعد كده ننتقل الى المرحلة التانية. في المرحلة التانية بعد ما الفخارة بتاعتنا نشفت نبدأ نلون عليها ونطلع المواهب اللي جوانا. فأول خطوة في الرسم هنبدأ نجيب القلم الأسود العادي ونبدأ نحدد الخطوط اللي احنا هنرسم عليها. أنا راسم رسمة هنا على الورق، مفروض هبدأ أحولها على الفخارة دي، فيلا بقى نبدأ الخطوط الأولية. بعد ما خلصت الاوتلاين الى حد كبير شبه ما انا راسم في دماغي، هبدأ بقى مفروض الون بالالوان المفروض تطلع بالشكل الرئيسي اللي في دماغي يعني اكتر. فخلصنا الاوتلاين، نبدأ نخش بالالوان الاساسية، يلا بينا. في الجزء ده هنبدأ نبني دايرة كهربائية من الصفر، فهبدأ اقول لكم الحاجات اللي انا استخدمتها علشان ابني الدايرة دي، وهنبدأ نتعمق في شوية حاجات كده بخصوص الكهرباء علشان تفهموا انا بعمل ايه. فلو انت مش انترستد قوي بحكاية الكهرباء وكده، ممكن تعمل سكيب للحتة دي وتخش على حتة التركيب وتشوف النتيجة النهائية للبوظة اللي احنا عاملينها دي. فاول حاجة نشوف الادوات اللي احنا محتاجينها. اول حاجة محتاجينها هي البريد بورد، ومحتاجين جامبرز او بمعنى تاني الاسلاك، ومحتاجين شوية LEDs اللي هي اللمض، ومحتاجين شوية مقاومات، واخر حاجة محتاجينها هي بطارية 9 فولت والسلك بتاعها. طيب ما تتفاجعش كده، وده واحدة واحدة فهمك كل حاجة قلتها وكل مصطلح انا قلته، ودي الحاجة دي بتعمل ايه بالراحة جدا. اول حاجة عندنا وهي البريد بورد. البريد بورد دي حاجه شبه اللحام، يعني الناس لما انت تيجي توصل اسلاك يا اما بتربطهم يا اما بتلحم سلك مع سلك. انا واحد عندي عداوه مع اللحام فبستخدم البريد بورد دي، ودي مناسبه كمان للناس الصغيره علشان ما فيهاش لحام، ما فيهاش الحاجات السخنه اللحام والقصدير والكلام ده كله، فده بتكون مناسبه للسن الصغير بالذات. البريد بورد سهله جدا جدا. بكل اختصار ده شكل البريد بورد، بيكون شكلها عامل كده. عندك هنا في خط احمر بالشكل ده، وعندك فيه خط ازرق جنبه بالشكل ده. فكره البريد بورد عباره عن ايه؟ ان هي بتعمل لي كونكشنز بطريقه اسهل. يعني لو انا وصلت مثلا، على فرض ان انا وصلت الموجب بتاع البطاريه في النقطه من النقط دي، تمام، لو انا وصلت في النقطه دي هيبقى كل النقط اللي على ماشي على نفس الخط دي فيها الموجب بتاع البطاريه، فانا هحط الموجب في فتحه واحده واخد من اي فتحه من دول الموجب بتاع البطاريه عادي جدا. ولو حطيت على سبيل المثال السالب هنا، فهاخد الخط ده كله هيكون موصل سالب البطارية، فممكن اخد من اي نقطة سالب البطارية وابدأ اشتغل بيه. ده كده الخط اللي هو هنا، اي حاجة اوصلها في اي نقطة من النقط اللي هما على الشمال وعلى اليمين دول هيبقوا متوصلين في النقط كلها، سواء الصف ده او الصف ده، لكن الصف ده مش مرتبط بالصف ده. يعني لو حطيت حاجة هنا هتبقى شغالة على الصف ده كله، لو حطيت حاجة في النقطة اللي جنبها هتبقى شغالة على الصف ده كله، لكن لو حطيت حاجة هنا مش هتبقى شغالة على الصف اللي جنبه. ده صف لوحده وده صف لوحده، مش متصلين ببعض.
بالنسبة بقى للجزء اللي في النص، الجزء اللي في النص عكس اللي في الأطراف، كل صف بالعرض متصل ببعضه، كل صف بالعرض يعني النقطة حطيت حاجة في النقطة دي هيبقى متصل بالنقطة اللي جنبها، بالنقطة اللي جنبها، بالنقطة اللي جنبها، بالنقطة اللي جنبها، هتبقى متصلين بالعرض لكن مش متصلين بالطول. يعني لو حطيت مثلا مقاومة هنا هتبقى المقاومة شغالة في الجزء اللي بالعرض ده كله. يعني باختصار شديد البريد بورد يا اما هتكون هتحط حاجة هنا فهتتصل بالطول ده كله، يا اما هتحطها حاجة هنا فهتتصل بالعرض. شبه ما انت شايف كده، ده شكل البريد بورد من الظهر، الجزء اللي على اليمين والجزء اللي على الشمال الخطوط متصلة طوليا، الخط ده نكمل لحد اخر البريد بورد تحت، فزي ما انت شايف الخط متصل طوليا مع بعضه ولكن منفصل عن الخط اللي جنبه. نيجي بقى خش الجزء اللي في تحت، في بلاستيكة بتفصلهم بالنص ودي اللي احنا كنا شايفينها في الاول، والاجزاء اللي بتربطهم شايف من زي ما انت شايف كده متصلين عرضيا، الجزء الحتة البنات اللي فوق عرضيا منفصل على اللي تحتها، منفصل على اللي تحتها، منفصل على تحتها، وبتفصلها بلاستيك، الحتة بلاستيك اللي هي تحت دي بتفصل الجزء ده عن الجزء ده. فبكل بساطة هي دي البريد بورد، بسيطة جدا وبتوفر عليك شغل اللحام وشغل كتير قوي ملوش لازمة لو انت ما بتحبش اللحام. زي تاني حاجة عندنا وهي الجامبرز، الجامبرز منها نوعين، النوع الاول وهو ميل ميل من جزئين في بنات تقدر تخش فيه الفتحات اللي عندك، ده اسمه ميل ميل. والنوع التاني اللي عندنا هو ميل في ميل، بيكون الجزء ده بنات بتدخل في الجزء الفتحات اللي عندك وده بنات بيخش فيها الحتة اللي انت عايز تدخلها، شبه مثلا الاجزاء بتاعت اللومد LED فممكن تدخلها هنا. هما بصوت جدا نوعين، ميل ميل وميل في ميل، ودول بنستعملهم علشان نحط الحاجات البريد بورد والحاجات دي بتبقى فتحات بتاعتها صغيرة، فبدل ما تجيب سلك وتقعد تلفه وتدخل في المكان بتاعه فدي بتسهل عليك الوقت، هو محطوطة بين هو سلك عادي وفي اخره شبه دبوس كده بتحطه علشان يسهل عليك الوضع بدل ما تقعد تلف السلك وتحطه في الفتحة الصغيرة دي وكده، فتسهيلا للموضوع برضه. وبعد كده عندنا ال LEDs وهي اللمض اللي احنا هننور بيها. طيب اللمض فيها حاجة مهمة جدا، وانت تعرف فين الموجب بتاعها والسالب بتاعها، دايما لما تيجي تشتري ال LED هتلاقي رجل اقصر من رجل، الرجل القصيرة دايما هي النيجاتيف، هي الكاثود، هي السالب. طيب ممكن يحصل معاك موقف لذيذ ولما تشتري ال LED تلاقي الرجلين بتوعها قد بعض، هتصرف ازاي؟ الحل بسيط جدا، وان انت هتبص على الراس بتاعة ال LED هتلاقي فيه جزء اعرض من جزء، جزء كده عريض جدا وجزء رفيع. الجزء العريض ده هي دي النيجاتيف، هي دي السالب بتاعك، فكده هنعرف نفرق بين السالب والموجب بتاع ال LED، سواء الرجل اطول من رجل او الرجلين قد بعض هنعرف نفرقهم ازاي. والحاجة اللي بعد كده هي المقاومات. طيب لازمة المقاومات دي ايه في الدائرة الكهربائية بتاعتي؟ مبدئيا المقاومة عندها جزئين رجلين، هتقول لي في ايه الفرق بين احط الرجل دي ولا الرجل دي؟ مش هتفرق، سواء الرجلين اللي عندك مفيش واحدة موجبة واحدة سالب، الاتنين بيودوا رايح جاي، فتحط اي رجل في اي اتجاه انت عايزه، مفيش اختلاف بين الاتنين. طيب دلوقتي ايه لازمة المقاومات دي في الدائرة بتاعتي؟ عندك الدائرة بتاعتك هتكون حاطط فيها بطارية 9 فولت، 9 فولت لو دخلت على ال LED بتاعتنا، ال LED بتاخد من 1.5 ل 3 فولت اقصى حاجة، فلو حطيت 9 فولت ووصلتها 9 فولت على طول هتفرقع، مش بمعنى هتفرقع عشان لو حبيت تجرب ما تخافش، هتلاقيها بس بتطلع سنة نار وهتلاقيها ما تشتغلش تاني، يعني هتلاقيها اتحرقت بمعنى اصح. فالمقاومة دي بتعريف بسيط جدا بتقلل لك الفولتج، تخليها بدل ما هي 9 فولت تخليها لك 3 فولت 1.5 فولت، فهي بتقلل لك الفولت على حسب انت المقاومة دي قوتها قد ايه. وبس طولت شوية في شرح الحاجات دي، بس الحاجات دي هتفيدك وانت بتعمل الدايرة دي، ان انت تكون فاهم انت بتعمل ايه، مش مجرد انت بتفرج على فيديو بتعمل الدايرة ورايا وبس. يلا بينا نبدأ. ودلوقتي هنبدأ جزء التركيب، اول حاجة هنجيب البريد بورد على جنب ونجيب الجامبرز الميل في ميل ونجيب ال LED بتاعتنا. اول حاجة هنجيب اتنين من الميل في ميل كده ونركب الجزء اللي هو الفيميل في ال LED بالشكل ده كده. وعلشان نتأكد ان هما مش هيطلعوا ممكن نحط شوية شكرتون كده عليهم او اي لزق علشان ما يتفكوش من بعض، وهنكرر نفس الحكاية مع الست لومط بتوعنا.
ودلوقتي بعد ما خلصنا كل ال LED وحطيناهم في الجامبر الميل في ميل، وبقى هو ده شكل كل واحدة فيهم، بقى كلهم بالشكل ده، خلصناهم كلهم وحطينا اللزق علشان نتأكد ان مفيش حاجة تطلع السلك بتاعها من ال LED. نجيب ال LEDs على جنب ونجيب ال braid board ونجيب السلك بتاع البطارية 9 فولت. هنجيب السلكين، انت عندك واحد احمر واحد تاني اسود، هتحط الاحمر في البوزيتيف والاسود في النيجاتيف في الحاجات اللي هي على الجنب، هتكون بالشكل ده. دلوقتي انا حطيت البوزيتيف هنا، بقت كل النقط اللي على الخط ده بوزيتيف، والنيجاتيف بقت كل النقط اللي على الخط ده نيجاتيف. هنبدأ نجيب المقاومات بتاعتنا، المقاومة الواحدة من دول 470 اوم، فمعنا 6 مقاومات، هنجيب كل واحدة ونحط في الطرف البوزيتيف وهنحطها في واحدة من الخطوط دول. بالشكل ده هنفضل نحط المقاومات واحدة في البوزيتيف وواحدة من البنات دي على نفس الشكل ده كده. وبكده نكون خلصنا توصيل الجزء بتاع التسعة فولت ونكون خلصنا توصيل المقاومات. دلوقتي هنبدأ نجيب اللمض بتاعتنا اللي احنا لسه عاملينها دي، ونبدأ نحط الجزء اللي هو احنا عندنا جزئين، جزء سالب وجزء موجب. الجزء السالب هنحطه على طول في الخط ده اللي هو السالب، والجزء الموجب هنحطه على البناية بتاعت المقاومة، فاحنا هنحط سلك هنا وسلك قدام المقاومة وهكذا على الست حتت دول. فدلوقتي هنبدأ نجيب البطارية بتاعتنا ونحطها هنا ونشوف ان شاء الله ان شاء الله البروجكت يشتغل. اشتغلت واخيرا اخيرا لا بجد مش مصدق ان هي اشتغلت، يعني اهي انت فاهم، اهي اهي الانوار، اهي اللون الازرق اهو، وده اللون الاحمر اهو، واللون الاصفر، والاثنين الزرق اهو. اشتغلت يعني اشتغلت اخيرا، مش مصدق يعني بجد، فرحان جدا جدا جدا. وفكرة كمان ان مش دي اول مرة اعملها، يعني هو كان في يوم تاني اصلا عملت فيه الفيديو ده وصورت الجزء بتاع الكهرباء، بس كنت مصوره بطريقة تانية من الاسلاك دي، طريقة اسمها بارلل اللي هو بالتوازي، في طريقة اسمها سيريز يعني بالتوالي، دي بتوصل الاسلاك كلها جنب بعض، فدي ما نفعتش معايا. وبعد ما عملت اسلاك وركبت وقعدت اكتر من ساعة ونص بعمل فيها، في الاخر وانا بصور ما اشتغلتش، حطيت البطارية فيها ما اشتغلتش. الحالة دي بكل بساطة عايزين نعمل الدائرة الكهربائية اللي احنا نحطها جوه الفخارة اللي احنا عملناها. ايش تعيش و بعد كل محاولات وقعدت تتكلم وبتاع واشرح وساعة بعمل في هذه السيركت، السيركت طلعت مش شغالة. عاش عاش فشل موبيل. يلا بينا ناخد السيركت دي نرميها في الزبالة ونعمل واحدة تانية. فعشان كده وانا بحط دي وانا بعملها كان قلبي بيدق اللي هو اشتغلي بقى، فاهم اللي هو انت ايه يعني، يلا بينا. وحاجة تانية حبيت اعملها، وان انا اعمل بوكس احطه ورا الفخارة اللي انا عملتها احط فيه الدائرة الكهربائية بتاعتي، فحاجة زيادة كده ملهاش لازمة مش هتفيدك في حاجة يعني، ولكن انا بحب اعمل شكل كده للديكوريشن بتاعي.
واخيرا بعد شغل 3 اسابيع على هذا البروجكت طلعنا بالشكل ده. الحمد لله خلصت البروجكت شو انا كنت راسم في دماغي، وممكن بقى تحط اقلام، ممكن تحط صور، تحط حاجات كده تعلق فيها صور، يعني ممكن تستعملها باي استعمال انت عايزه. وفكرة الانوار اللي فيها دي شكلها لذيذ، تحطها تنور جنبك ديكور على المكتب وبتاع، وفي اي حته تاخدها مش محتاج كهرباء وكده. وبس مطولش عليكم اكتر من كده، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لو فيديو عجبك، كل الحاجات الجميله دي. هسيبكم مع شويه مشاهد سينمائيه في لونز الفخاره بتاعتنا.